منذ مطلع العام انتشرت في مدينة المكلا ظاهرة سرقة الدراجات النارية، مما دفع لتحرك مستمر أثمر عن وقوع عصابة متهمة بالسرقة في قبضة الأجهزة الأمنية بالمكلا. السرقات خلال شهر يناير وخاصة في هذا السنة تقريبا 43 سرقة في بحث المحافظة. السرقات بشكل عام تم ضبط منها 38، إلا أننا نشاهد أن سرقة الدراجات النارية يمكن 8 حالات، وسرقة الدراجات النارية هي سرقات زادت عددها وتيرتها في الفترة الأخيرة في ساحل حضرموت وبشكل كبير، حيث أن معظم تلك السرقات من يقوم بها فئة الشباب. مع بداية العام الجديد تلقى مركز شرطة روكب مجموعة من البلاغات الجنائية، ومن ضمنها مجموعة بلاغات حول سرقة السياكل أو الدراجات النارية بالأصح، وعلى ضوء هذا تم وضع خطة أمنية من قبل مدير أمن المديرية العقيد صلاح سالم المشجري، وعلى ضوء وتم العمل بهذه الخطة الأمنية من قبل مركز روكب، وبفضل من الله تمكن أفراد مركز شرطة روكب بضبط مجموعة وعددهم 5 أشخاص يقومون بهذه سرقات الدراجات النارية. الخيط الذي كشف عن أعمال وهوية هذه العصابة المتهمة وقوع أحد أفرادها في يد العناصر الأمنية وبحوزته مجموعة من الدراجات النارية المسروقة في إحدى ورش السمكرة، حيث يتم تغيير شكلها وهويتها وبيعها مرة أخرى، وهكذا تهاوى 5 آخرين متهمين في قبضة رجال الأمن. تم ضبط الشخص الأول بتاريخ 11/24/1، وتم ضبط الشخص الثاني بتاريخ 11/2 ومتلبس بالجريمة ومعه سيكل الدراجة النارية لأحد المواطنين، وبتاريخ 13/2 تم ضبط 3 أشخاص أو بحوزتهم 3 دراجات نارية بجانب ورشة المشتبه فيها. بعد أن تم ضبط الأشخاص جاري استكمال إجراءاتهم بالنسبة لعندنا في قسم شرطة روكب، وسيتم إحالتهم إلى النيابة في القريب العاجل إن شاء الله. نحن الآن وضعنا خطة أمنية، وخاصة أن نحن في قرب الشهر الفضيل، نحن دائما قرب الشهر رمضان يتوافدون كل الناس ذوي السوابق إلى حضرموت اللي يمتهنون مهنة السرقة وبشكل كامل، يعني كل الجوانب النشل وسرقات النساء والمحلات التجارية، يشوفون في حضرموت موسم بمعنى الناس يروحوا إلى مكة العمرة والحج، الجماعة يتجهون لحضرموت من شأن المهنة حقهم وسنوية تقريبا. ونحن الحمد لله قمنا بخطة سنوية، والآن نحن عملنا خطة هذه السنة محكمة جدا إن شاء الله بحكم الآن التواجد الأمني الغير عالي عندنا. مع اقتراب شهر رمضان تزداد مخاوف المواطنين من تفاقم ظاهرة سرقة دراجاتهم النارية، ولهذا تقوم الأجهزة الأمنية فيها باتخاذ الإجراءات الاحترازية والرادعة للحد من هذه السرقات.